وديل اللي بتمشلون البشر ديل فيون اللي بنوم الله ابنهم لا تأخذه سنة ولا نوم. ديل فيون اللي بيكبر سمعه بيبقى ضعيف. أنا سمعت واحد في ود الفادمي بيتكلم من الدعاة جماري أو جود الفادمي أو المهم من الدعاة هناك جاء هو برضو مقيم فيها. فقال في واحد حكى له ذات الواحد ده اللي حكى له قال له يا أخي أنا عندي صاحبي ده تعبان مع أمه كل مرة الشيخ وهو ذاته مرات شكله بنادي الشيخ. قال يوم ساقني مشينا للشيخ زيارة لأن وصلنا الشيخ قال الشيخ كبر بعدين بقى ما بيسمع زي الناس صاحبه ده وهو قاعدين مع الشيخ قال له يقول له الشيخ أها شوف ليه الشيخ فلان جنبه قال ده يقول له قلت شنو؟ يقول له الشيخ الشيخ الفلان لا قدر عيدة ثاني قال له اسمع وجنبك بيقول لك عيدة انت في اخر الدنيا تناديك قدر دي بالراحة قال له جنبك سمعوا ماله بقى شنو؟ ضعيف تنادي من اخر الدنيا اسي ده فهم لكن انت عارف عاين فوق شايف النجوم دي والشمس الشمس دي نقربوها أكبر من الواطة النجوم دي أبعد منا هي مطرة كر موية قدر كده الناس بتخش جوا البيت كان صبت مطرة بتاعت نجوم دي جروين النجوم دي ما بعيدة وكبيرة تصل فوق تصل السماء ذاتها بعيدة سمكها كبير جدا تصلت تخش بغاد بين السماء والثانية حاجة بعيدة تصلها الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة فوق للسماوات وتمش سدرة المنتهى وتمش فوق لما انتصل أكبر مخلوق اللي هو العرش مش أعظم مخلوق أعظم مخلوق الرسول عليه الصلاة والسلام مكانته أعظم عند الله تعالى لكن أكبر مخلوق العرش فوق للعرش رب العرش سبحانه وتعالى ما مستند على العرش ولا محتاج للعرش فوق له بعد الفوق ده كله جوا المعدة بتاعتك دي المعدة بتاعت فلان ده اتغدى بشنو انا ما عارفه ما شايف لكن الفوق العرش ده شايف جوا شنو ما عظيم عشان كده عائشة رضي الله عنها قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات ليه قالت العبارة دي قالت جاءت المرأة التي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وهي في حجرتي وأنا في جانب من الحجرة ويخفى علي بعض حديثها والله تعالى يسمع قولهم في غرفته يبقى جنبه بس والمرأة دي بتتكلم معاه وبتجادله في كلام عائشة في الغرفة ذاتها ما سامعها رضي الله عنها والله قال قد من أدوات التحقيق كلام محقق ما فيه شك قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير ده كله متعظم الله سبحانه وتعالى توحد الله تجعل عقيدتك فيه تلجأ له وحده ولا شريك له فتحسن بينك وبين الله سبحانه وتعالى اثنين وأخيرا تحسن مع الخلق مش مع المسلمين بس مع الخلق لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته يعني مرات بيكون الإحسان ذاته بيشي من الشدة لكن برضو يكون فيه إحسان
مش البهيمة ده بتطبحها بشدة بتطبحها، لكن تحسين لها تسمنة سكين كويس وتشربها تخليها ما جيعان، وبعد ذاك شنو تطبحها تحسين لها، باقي المخلوقات تحسين لها. قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي، ما قال ادفع بالتي هي حسن، لا ادفع بالتي هي أحسن، وأحسن على صيغة أفعل يعني للتفضيل، أحسن ما عندك تقدم. ولمنو؟ للأساء لك. أما في الدين الزول الأساء لدين الله سبحانه وتعالى ده من الإحسان أن تكون قويا معه، ذاته من الإحسان. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. يا أخي واحد قال دخل المسجد دار عمل نصيحة، واحد اداه كف تر، الناس منتظرين انه يشاكل وضاري وكذا. قال يا أخي تكافدني لي أس أنا يمكن دار أقوم أشحد. قال تكافدني لي. قال الزول ده جاي يمرق الجامع تتشبه فيه. قال له والله إلا تتكلم. قال والثاني تجي تتكلم. قال تجي تتكلم انت ما تستعجل، تمشي جامع في عمك كبير زهجان والرطوبه مواجعاه وعنده مشاكل وبهيم تراحت وبيجي بتفشى فيك. زي واحد من اخواننا ما جا السلمه سوى نصيحه ضعيف، حق علي براو انتهت النصيحه لما فيه جماعه بسلموا عليهم متكيفين. قال لي في حاجه ماشيه عندي. قال لي والله وشك ده هو ضعيف. قال لي وشك ده فيه حالات كف. قال لي يا حاج قال لي معناك يا اخي تكفتني ليه؟ قال قال يا حاج معليش الرسول ضربوه صلى الله عليه وسلم. قال لنا انتوا مثله انتوا مثله فوق مجا. فانت شنو تصبر؟ قال ما تحسن لا تصبر. وقل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم. وقال تعالى: وقولوا للناس حسنى تحسن لهم تبين لهم الخير والتي احسن وتصبر على ذلك. اما المعاند وصاحب الشر المعاند والذي يضر الناس هذا من الاحسان ان تشد عليه، من الإحسان والرحمة بالخلق أن تشد على هذا لتمنع الخلق من شره.